بونجور اتوس، اهلا بكم جميعا في فيديو جديد مع مسيو ممدوح الجندي، مؤلف كتب جينال وخبير تدريس اللغه الفرنسيه. بعد ما شفنا مع بعض في الفيديو اللي فات اهميه اختيارك لماده اللغه الفرنسيه، النهارده هنقدم لك شويه افكار ومعلومات جميله جدا عن اللغه الفرنسيه. يلا بينا نشوف الفيديو مع بعض. خلاص قررت تختار فرنساوي وسمعت كلامي كده فل قوي، هقول لك على شويه حاجات هتبسطك او من الفرنساوي. ده الفرنساوي طلع حوالينا وبنشوفه بعينينا من زمان من غير ما حد يعرفنا. تبقى ماشي في أي مكان تلاقي أماكن وحاجات كتيرة اتعودت عليها وطلعت بالفرنساوي. زي إيه يا معلم؟ لافاش كريم، الجبنة اللي كتير بيحبوها، وكمان جبنة بريزيدون اللي موجودة في كارفور بأشكال كتيرة وفي الماركت الكبير اللي اسمه مترو. ولما تيجي تحل وتاكل جاتوهات مية مية تلاقي لابوار قدامك، وكمان سالس يكري تشتري منه مخبوزات مملحة وكمان حلويات، ولا بونبون ولا شوكولا، ما هي فرنسا مشهورة بالباتيسري بتاعتها. صدقني كل مكان هتروحه عينك هتقع على حاجة فرنساوي، كريدي أجريكول، بانك دو كير، سالون فير. شوف بنفسك كل اسم محل أو مكان شيك هيطلع بالفرنساوي. استنى استنى، ده انت كمان ما عرفتش الحكاية من أولها، ده احنا عمالين نقول حاجات فرنساوي من زمان وغيرنا نطقها شويتين لدرجة اننا مش عارفين هي اصلها ايه ولا حتى بنقولها كده ليه. تخيل زي ايه؟ كولو بامية، اصلها كي ايه لو برومييه، فرنساوي يا ابني تخيل، يعني مين فينا الاول، يعني الاول في اللعب، وملاش علاقة لا بالبامية ولا بالاكل خالص. ولا جمصة دي هي كمان طلعت جمصة، المكان اللي عجب نابليون وقال لك انا بحب هذا، اي هذا المكان. ولا الاكل هو كمان الكشري يا عم اللي هو مصري اصيل، طلع اصل الكلام كوش اري، ممكن كان له اسم تاني بس مع الوقت راح لحاله وما فضلش الا الكلمه الفرنساوي، لان طبق الكشري عباره عن مجموعه من طبقات، مكرونه وكوش اري، طبقه الرز وطبقه عدس، وانت ادرى بقى يا معلم. والناس اللي بتحب البليله مالها هي دي كمان طلعت فرنساوي، مش بقول لك بلي ولي يعني قمح باللبن. ده الموضوع طلع كبير قوي، سيبك من الكلمات اللي شوهناها وغيرنا نطقها، بس احنا خلاص يا معلم عرفناك اصلها. امال بقى الكلمات الكتيره اللي لسه بخيرها، يعني بننطقها زي الفرنساويين بالظبط. اه والله، بتعرف تعد لغايه كام؟ كتير زي ما بقول لك كده. ابدا لك من البيت ولا الشارع ولا الاكل ولا اللبس ولا المواصلات؟ شوقتك مش كده؟ يلا بينا. لما نتكلم عن اللبس ونقول بانتالون وجاكيت وفيست وبلوز وجيب وكرافات، حتى البابيون والكاسكيت والصندل والبوت، ده شيء طبيعي يا ابني، ما هي اصل الموضه فرنسا. ولا الاكل، يا عيني على الاكل الفرنساوي، بيفتك، باتون سالي، باتي، كرواسون، جاتو، بسكوي، وحاجات تانية كتير يعرفها الطباخين الكبار وبتوع الحلويات المشهورين. ولو انت قاعد في البيت بص كده حواليك واسأل نفسك، يعني ايه صالون ولا انتري ولا بالكون ولا شيز لونج ولا تابلو ولا اباجور وحاجات تانية كتير. بس فكر انت شوية كده في كل المسميات اللي في البيت هتلاقيها يا معلم فرنساوي. اما الشارع بقى، يا عيني على الفرنساوي اللي في الشارع، اماكن تلاقي زي السينما، ستاد، بوتيك، سيرك، بانك، بوليس، وتلاقي المواصلات برضو فرنساوي زي الأوتوبيس والتاكسي والمترو والموتوسيكلات. ويقابلك ناس برضو فرنساوي زي الكوافير والدكتور والمانيكان والسكرتير، كتير وفي كل المجالات. وبكده يبقى انت عرفت انك عارف كلمات فرنساوي كتير جدا تستخدمها في حياتك من زمان، بس احنا محتاجين بقى ان احنا نركب جمل وندخل الكلمات في الجمل عشان نتكلم فرنساوي صح زي الفرنسي. يلا تعالى معايا هنتعلم الفرنسيه الصح مع جينيال.